سعيد بن زيد. وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها، فرأى الرجال يلفون العمائم السندسية الغالية ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين أيدي الأوثان، فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسمه، إن يراكم قوما تجهلون. فقام إليه عمه الخطاب والد عمر بن الخطاب فلطمه وقال: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البداء ونحتمله حتى نفذ صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فازوا ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة والتجأ إلى جبل حراء، فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون دخول مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا. ثم إن زيدا بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بنت عبد المطلب عمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتذاكرون ما غرقت فيه العرب من الضلال. قال زيد لأصحابه: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم ترمون النجاة. فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل يلتمسون عندهم الحنفية دين إبراهيم، أما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصل إلى شيء، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكان له قصة فلندع له الكلام ليرويها لنا. قال زيد بن عمرو: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه، وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام، فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فآتيته فقصصت عليه أمري، فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخو مكة؟ قلت: نعم، ذلك ما أبغي. فقال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإذا أدركته فالتزمه. فرجع زيد إلى مكة يحث الخطى التماسا للنبي الموعود، ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمد بدين الهدى والحق، لكن زيدا لم يدركه إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته قبل أن يبلغ مكة. وفيما كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. وشاء الله سبحانه أن يستجيب دعوة زيد، فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه. فقد نشأ سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش من الضلال، وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق، ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق، ولم يسلم سعيدا وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بن الخطاب أخت عمر بن الخطاب. وقد لقي الفتى القريشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه، ولكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاع هو وزوجه أن ينتزع منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا، حيث كان سببا في إسلام عمر بن الخطاب. وضع سعيد بن زيد طاقته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام، إذ إنه أسلم وسنه
لم يجاوز 20 بعد، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا بدرا، فقد غاب عن ذلك اليوم لأنه كان في مهمة كلفها إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وأسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف مشهودة وأياد بيض محمودة، ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك، فلنترك له الكلام ليقص علينا طرفا من خبر ذلك اليوم. قال سعيد بن زيد: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100، فأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وصار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقصيصون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالت قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب. وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس وألزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله. قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني عزمت على أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجاثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم ما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة بن الجراح واليا عليها، فكان أول من ولي إمارة دمشق من المسلمين. وفي زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا، ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم وإلى المدينة المنورة، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرونني أظلمها، كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين. اللهم إنها قد زعمت إني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فاعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. ولم يمض على ذلك غير قليل حتى سال العقيق، وهو واد في المدينة يجري فيه السيل بسيل لم يسل مثله قط، فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا، وبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. العبرة، العبرة اللي ممكن ناخدها النهاردة من قصة سعيد بن زيد هي إن البحث عن الحق هو طريق أهل الجنة. يعني لازم أنت كمسلمة تبحثي عن الحق في كل قضية. يعني لو عندك شبهة ما تسكتيش، دوري فيها. لو ما كنتش واثقة قوي من فكرة أن النصارى كفار، لا، ابحثي فيها. لو كنت مفكرة أن لا يضرك
انك انت تكفري النصارى وتكفري المشركين بالله، ولو كنت مفكرة ان الموضوع ده ما يخصكيش فانت غلطانة. لازم تعرفي ان القرآن اللي بين ايديك بيقولك مين هم الكفار، مين هم المشركين، وايه حكمهم، وايه مآلهم، يعني هيروحوا فين، لو ماتوا على الكفر يحصل ايه، وهل لهم من توبة ولا لا، وايه اللي يعملوه عشان يتوبوا. الكلام ده يخصك ليه؟ لان لو انت عندك اعتقاد بين النصارى واليهود اهل كتاب، وان في ايات بتقول بكلام كويس عن اهل الكتاب، في ايات تانية بتقول ان هم كفار، فانت ما حاولتيش تبحثي في الحقيقة دي، واكتفيتي بشوية ظنون عندك بين هم، يعني كانوا عملوا ايه، ما هم برضو اتولدوا كده، يعني هم كان ذنبهم ايه، عارفة انت بتقعدي تفكري بالطريقة دي وما حسمتيش امرك وما حكمتيش عليهم، وقلتي احنا منا الحكم ده يعني بتاع ربنا، هم ليهم رب يحكم فيهم، ايه اللي يحصل؟ كفرتي حضرتك، انت اللي كفرتي كده. ليه؟ طب وانا مالي، انا مؤمنة بالله ومؤمنة بالرسول. لا، ما هو انت لو انت مفكرة ان انت مؤمنة بالله ومؤمنة بالرسول عليه الصلاة والسلام ومؤمنة بالإسلام دينا، وأن هذا الأمر ده يكفيك لدخول يعني الجنة، تبقى أنت غلطان. إزاي؟ يعني أنا دايما أقول إيه، الشيطان عارف اللي أنت عارفة ده، الشيطان عارف كده، الشيطان عارف أن الإسلام حق، وعارف أن الرسول حق، وعارف أن القرآن حق، وعارف ربنا طبعا، صح ولا إيه؟ عارف. طيب أمال إزاي الشيطان كفر لما هو عارف كل المعلومات دي كلها؟ الشيطان كفر لأنه أنكر، لأنه مش عاجبه، لأنه رد الأمر على الآمر، يعني بيقوله مش عاجبني حكمك، مش مقتنع بيه، لأنه كره أن يسجد لآدم، كره حكم وأمر من أوامر ربنا، ما اقتنعش أنه يسجد لآدم. ليه يسجد؟ لما أسجد لمن خلقت طينا؟ ليه؟ يعني إيه؟ يعني مش عاجبه أمر ربنا، مش مقتنع بربنا، مش ملحد، يعني الشيطان مش ملحد. أمال هو إيه؟ مش عاجبه حكم ربنا، مش مقتنع بيه، رفضه. يعني إيه؟ يعني كفر ده عامل زي إيه؟ كأن مثلا أنا رايحة مثلا التجمع، ماشي؟ أنا من بيتي لغاية التجمع ممكن أروحه بالدائري، ممكن أروحه عن طريق المحور، ممكن أروحه، فهما في طرق كتيرة أروح بيها للتجمع. فهو برضو كده الكفر ممكن نروحه بكذا طريقة، ممكن نروحه بإنكار أصلا أن في وجود إله، دول الملحدين، وممكن نروح للكفر عن طريق أني مش عاجبني أمر ولا حكم من أحكام ربنا، وممكن أروح برضو للكفر عن طريق كره شرع ربنا، وممكن أروح للكفر عن طريق الإعراض عن دين الله، يعني ولا عايز أعرفه ولا عايز أتعلمه ولا الموضوع يشغل بالي، أنا اتولدت مسلمة وخلاص وخلصنا، يلا بقى نشوف إيه، هنشتغل إيه ونجيب الشقة ونربي العيال. ممكن نروح للكفر عن طريق تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن نروح للكفر عن طريق أني أحب شرع تاني غير شرع ربنا، يعجبني مثلا الكفار في طريقة حكمهم، يعجبني مثلا ان انا احبس الزاني مش اجلده، كل ده يؤدي الكفر، هي طرق للكفر، لكن كله كفر. ازاي بس ده ممكن يكون بيصلي؟ طب وايه يعني بيصلي؟ يا ستي ازاي بس ده ممكن يكون بيقول لا اله الا الله؟ طب وايه المشكلة ما يقول لا اله الا الله؟ طب ما سيدنا ابو بكر حارب المرتدين وسماهم مرتدين، وكانوا بيصلوا وكانوا بيقولوا لا اله الا الله، وكانوا مؤمنين بالنبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا بيحجوا بيعملوا كل حاجه، امال كانوا ايه مشكله المرتدين دول؟ ليه يعني كانوا ليه سموهم المرتدين؟ طيب لما هم بيعملوا كل ده، ان هم ما عجبهمش ركن من الاركان، ما عجبهمش ان هم يدفعوا الزكاه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، بس كده، بس كده. وسماهم سيدنا ابو بكر مرتدين، وحاربهم، وانتصر عليهم، فهمت بقى يعني ايه كفر؟ طيب يعني اعمل ايه؟ اللي القرآن يقول لك عليه خلاص سمعنا وطعنا، يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، خلاص خلصت، كفار، نصر كفار، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، واليهود معاهم، يبقى ما ينفعش احب ووالي حد يكون من يعني اليهود والنصارى، او يكون مشرك او كافر او كده لمجرد ان هو اخويا او قريبي او من عشيرتي، ما ينفعش الحب،
يعني ايه يعني انا يعني ما عم بتعملش معاهم؟ لا، في فرق بين اتعامل واحب، وفي فرق بين بر الوالدين وحب الوالدين. ده حاجه وده حاجه. تعليمي بقى دينك، ما هو ده، ما هو الامر يستحق. ده الموضوع جنه ونار. ناس تبقى عارفه ان انت لا يجب انك انت تحبي ابوك وامك، لا يجب. امال ايه اللي يجب؟ البر. يعني البر مش هو الحب؟ لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم. بصي عادي، بري بر اليهود والنصارى اذا كانوا ناس كويسين وفي شروط، ما يزكيش، ما يخرجوش من دينك، ما حسكوش على الكفر، بريهم، بس مش تحبيهم. في فرق بين البر والحب. سعيد بن زيد قصته، عارفه انت، بتحرك جوانا فكره البحث عن الحقيقه، والبحث عن الحقيقه بتبتدي بدراسه العقيده. فانت لو كنت على اي دين سامعاني دلوقتي، ابحثي عن العقيده بقراءه ودراسه كتاب في العقيده. يعني لو انت عايزه تعرفي النصرانيه صح ولا غلط، وانت مسلمه اهو، بس عايزه تعرفي النصرانيه صح ولا غلط، تعملي ايه؟ اقراي العقيده بتاعتك الاول ودرسيها كويس، او تسمعي اللي في القناه، المهم تدرسيها. وبعدين روحي بقى كده اقراي بقى في مقارنه الاديان، شوفي كده النصارى بيقولوا ايه، هتعرفي تميزي كويس قوي. يعني الحق باين جدا. يعني ده مش ممكن يفتني بقى عن ديني وكده وانا بقرا نصارى؟ ده بالعكس، ده هيزيدك ثبات. لو قرأتي العقيدة بتاعت أهل السنة والجماعة، وقرأتي أي عقيدة لأي ملة تانية حتى ولو كانت مش أهل الكتاب كمان، هتعرفي إن الإسلام حق. إزاي؟ ما هو اللي تعرفي العقيدة الصحيحة منين؟ تنزيه الله. أي حد بينزه الله عن صفات النقص ولا يشرك معاه حد تاني، هو دي العقيدة السليمة. مش هتلاقي دين على وجه الأرض بيقولك الموضوع ده غير العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. الأم اللي بتهتم بدينها وحريصة على إنها تتعلمه كويس، ده هينعكس على مين؟ على الأبناء، زي ما حصل معنا في قصتنا. شوفي سعيد بن زيد بقى صحابي وبقى من المبشرين بالجنة بسبب إيه؟ بسبب إن أبوه كان بيبحث عن الحق. فاحنا كمان عايزين نبحث عن الحق ونورث الحق ده لأولادنا حتى يثبتوا، حتى يكون لهم شأن في الإسلام. بس كده، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.